أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. عثرت مجموعة من الأثريين الأتراك في مدينة كينيدوس القديمة بولاية مغلا غربي البلاد على نقوش عربية أموية توفر بيانات مهمة عن الفتوحات الإسلامية غربي الأناضول وتاريخ المنطقة. وتواصل المجموعة أنشطة الحفريات على مدى العام في كينيدوس التي تتمتع بموقع مميز عند التقاء بحر إيجا بالمتوسط. وقال رئيس فريق التنقيب أرتيكين دوكسانالتي إن مجموعة الآثاريين عثرت على نماذج جديدة من النقوش والكتابات العربية التي تعود إلى العصر الأموي. يستقطب معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين بالعاصمة المغربية الرباط طلابا من جنسيات مختلفة لدراسة العلوم الشرعية والإنسانية. هذا ونجح المعهد في إزالة الحدود بين الدول، حيث يضم طلابا من جنسيات أفريقية وأوروبية وآسيوية وآخرون من المغرب في جو يجمع بين اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها. ويدرس الطلاب الذين يفوق عددهم 1200 طالب سنوياً بين الذكور والإناث العلوم الشرعية مثل علوم القرآن والفقه وأصول الفقه والعقيدة وتاريخ الإسلام. حظي الطاهي التركي بوراك أوزدمير الشهير بالشيف بوراك بترحيب واسع من الفلسطينيين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة. وشهد بوراك في ساحات الأقصى وقد التف مئات الفلسطينيين من حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته والترحيب به. وصل ثلاثة من رجال الأعمال برفقة رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في أول رحلة مستأجرة خاصة لشركة سبيس إكس إلى المختبر المداري. هذا والتحمت مركبة سبيس إكس السياحية المستأجرة مع محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الفضاء. ومن المقرر أن يبقى السياح على متن المحطة الفضائية لأكثر من أسبوع، حيث دفع كل واحد منهم 55 مليون دولار مقابل ركوب الصاروخ والإقامة مع وجبات الطعام. تمكنت الفنانة التركية أيفار ساري البالغة من العمر 59 عاماً من تطوير نفسها في فن الرسم لتقوم بعكس زخارف السجاد على لوحاتها الفنية. وحولت ساري إحدى غرف منزلها إلى ورشة للرسم، ونفذت أعمالاً متنوعة من البورتريهات وصور المناظر الطبيعية واللوحات الزيتية، حيث تبرع في رسم السجاد وكأنها تنسجه من جديد على اللوحات. هذا وشاركت بأعمالها الفنية في أكثر من 200 معرض داخل تركيا وخارجها. افتتحت إحدى الجمعيات الخيرية سوقاً خيرياً في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة يستهدف 1000 أسرة فقيرة ليقدم لهم المواد الغذائية مجاناً خلال شهر رمضان. ويأتي افتتاح السوق الخيري كفرصة للأسر الفقيرة للتزود بالمواد الغذائية التي تلزمها لوجبتي الإفطار والسحور وللتخفيف من الضغوط الاقتصادية على هذه الأسر في شهر رمضان. أعلن الحرس المدني الإسباني أنه يحقق مع رجل أعمال في منطقة فالنسيا يمتلك مجموعة خاصة تضم أكثر من 1000 حيوان محنط
بينها ما يزيد على 400 نوع من الأنواع المحمية وأحد ضباء المها التي كانت تعيش في شمال أفريقيا والتي انقرضت بالفعل. وقال الحرس المدني إن المجموعة كانت ستباع مقابل 29 مليون يورو في السوق السوداء، مضيفاً أن مالكها قد يتهم بالتهريب وجرائم أخرى ضد البيئة، وسيتم التحقيق فيما إذا كانت هناك أي وثائق تبرر ملكية هذه المجموعة من الحيوانات المحنطة. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. مسجد أيوب سلطان واحد من أهم المعالم الإسلامية العريقة في تركيا، بني عام 1458 أي بعد 5 سنوات من فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح، وهو أول مسجد بناه المسلمون في اسطنبول بعد فتح القسطنطينية عام 1453. يتكون المسجد من مجمع يضم في خارجه مبنى منفصل فيه قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لمن أراد زيارته، وقبور أخرى كثيرة خارج المجمع. يسمي الأتراك الصحابي الجليل أبا أيوب الأنصاري باسم أيوب سلطان تقديراً ومحبة له. وتحيط بالمسجد بعض الأسواق التراثية التي يقصدها السياح ومرتادو المسجد الذي تزين جدرانه نقوش إسلامية بديعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانزلاق الغضروفي، شو هو الانزلاق الغضروفي؟ سواء في الرقبة أو في الظهر. الانزلاقات الغضروفية هي عبارة عن خروج الغضروف اللي هو بين الفقرتين، خروجه من مساره أو من مكانه السليم، ومن ثم بيصير يضغط على النخاع الشوكي والأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي، سواء اليمنى أو اليسرى. طيب، هل له أسباب الانزلاق الغضروفي؟ نعم له أسباب، والسبب الأساسي والرئيسي اللي هو إيش؟ رقم واحد، ضعف عضلات الظهر. طب شو اللي بيسبب ضعف عضلات الظهر؟ ضعف عضلات الظهر السبب الأساسي فيها عدم ممارسة الرياضة، وأيضا طبيعة العمل. طبيعة العمل يعني كثير منا، يعني اللي بيجلس ساعات طويلة، اللي بضل واقف ساعات طويلة دون أن يمارس الرياضة، يؤدي إلى ضعف عضلات الظهر، ومن ثم يكون الغضروف مؤهل للانزلاق. بعض الأحيان بيجي إنسان ما بيقدر يرفع 50 كيلو أو 60 كيلو أو ما شابه ذلك، بيرفعها بصير عنده انزلاق غضروفي أو ما يسمى أو المتعارف عليه بالفتق. تمام، فهالأشياء هذه أساسية وضرورية لكي نعلمها ونعرفها بحيث نتلافى ما يسمى بالانزلاق الغضروفي. طيب، في حاجة تانية مع الانزلاق الغضروفي ممكن نشرحها هيك شرح سريع، ألا وهي ما يسمى بعرق النسا. عرق النسا هو التهاب العصب الوركي شبيه بالانزلاق الغضروفي، ولكن علاجه بسيط جدا وسريع، اللي هو مضادات الالتهاب وبعض الأدوية التي تؤدي إلى الشفاء التام من هذه الحالة. لكن الانزلاق الغضروفي لو أردنا أنه نشخصه تشخيص صحيح، رقم واحد ضروري علينا أن نعمل صورة رنين مغناطيسي للظهر حتى نحدد درجة هذا الانزلاق. طيب، إذا كان درجة هذا الانزلاق بسيطة ولا وغير مؤثر هذا الغضروف على الأعصاب بشكل كبير ومش مسبب أي تلف للأعصاب، مباشرة علاج تحفظي.
شو هو؟ طيب العلاج التحفظي عدم رفع الأشياء الثقيلة وممارسة الرياضة بشكل يومي، وخاصة وأخص بالذكر عضلات الظهر يجب تقويتها بتمارين معينة موجودة ومنتشرة، تمام، بيعرفوها الأخصائيين بالعلاج الطبيعي بيعرفوها. يعني أنت لو سألت أي إنسان أو أي طبيب خاص بالعلاج الفيزيائي على طول حيعطيك تمرين أو اثنين حتى تفادى به، ويفضل أن تستمر على هذه التمارين فترة طويلة، يفضل الإنسان دائما ويجعلها في حياته حتى يمنع الانزلاق الغضروفي. هناك بعض الأدوية التي تعطى لأجل التخفيف من حدة الانزلاق الغضروفي، وهذه الأدوية في عمومها يعني ممكن يكون كورتيزون، ممكن يكون مسكنات، فيتامينات، تساهم كلها في عملية الشفاء التام من الغضروف. طيب لو كان الغضروف متقدم، يعني ضغط على الأعصاب بشكل أنه تالف الأعصاب وأيضا أدى إلى ضرر بعض الأعضاء زي الإيد مثلا إذا كان في الرقبة أو الرجل إذا كان في الظهر، هذا ينصح بأخذ استشارة دكتور عظام أو دكتور جراحة أعصاب وعمود فقري، لأنه على الغالب في الحالة هذه يحتاج إلى تدخل جراحي.